صباح الخير للجميع، ضلوا بخير، ايامكم سعيده. يعني قرب الشهر يخلص، بكره اخر ايام الشهر، اليوم 30 اب، تمنياتي للجميع بالخير. كواكبنا ما زالت في اماكنها، ما زال المشتري الى جانب زحل، اثنيناتهم عم يتراجعوا في برج الجدي، عطارد متقدما في العذراء، الزهره يتقدم في برج السرطان، بده لاربعه ليدخل على برج الاسد، والمريخ مطول تقريبا لاخر السنه لساته في برج الحمل. هلا انا ما بخاف من تواجده بالحمل رغم انه بيعمل استياء وعصبيه وضيقه خلق، بس انا بخاف شوي من تراجعه، ورح يبلش تراجع هلا ابتداء من 9 ايلول تقريبا. اول اخباري لعزيزنا مولود برج الحمل، اليوم عم يسعد بدعوات او عم بيعاود الاتصال باهل باشقاء بضيوف، يعني يوم فيه قصة العلاقة بتدعيم علاقاتك بالآخرين، أو عم تزدهر بالمحبة، أو تليفونك ما عم بيوقف رن، أو عم تقضي معظم أوقات فراغك على الهاتف. يوم فيه هيك أمور اجتماعية ممكن تكون مصدر إيجابيات لألك، محبة أو تعارف أو تواصل. مولود برج الثور، أنت اللي مو كتير مرتاح، ما بعرف كأنني أراك مغتاظاً اليوم من قصة ما عم تجي على مرائك، أو عم تحسها غلط فاضح على كل أو فادح، يعني في صدامات، ممكن في أشياء ما أنا كتير راضي عنها ممكن اليوم تنجبر إنك تعملها. أنا أتمنى اليوم بالذات ما تصعد خلافات مع الآخرين، خاصة لو كنت من مواليد العشرين الأولى، فهدول الناس أكتر بقى ممكن يكونوا شوي عصبيين أو ضايقين الخلق. يعني خفف من النقد اللي أنت بتعمله، يعني بالحالات الطبيعية، فما بالك إنه إذا كنت متضايق. الجوزاء بيومه الأفضل على الأقل لحوارات تتخلال لتحسن أمورك، سواء كان لعروض، لتكون محظوظ اليوم بإعادة النظر ببعض الأمور المهنية، بأمور شخصية. يعني أنا بعتبره يوم جيد عموماً، في قضية عم تشغلك ممكن تلاقي لها حلول، عم تفكر تغير حياتك. هلأ وجود عطارد في برج العذراء بيخليني نبهك على أمورك العائلية، لا أعتبرها كتير الأريح، بس بقية الأمور مثلاً بالعمل أمورك جيدة جداً. طبعاً حتى وضعك العاطفي لسه ما استقر. مولود برج السرطان اليوم بقى أفضل بكتير من اليومين الماضيين، على الأقل أنت عم تساعد محيطك وعم تتلقى منه المساعدات، في مدح، في وقت، في طاقة، في إيجابيات العلاقة بجهد جماعي عم تعمله مع الآخرين، عم تحل بعض الأمور المعلقة، والظروف اليوم مساعدة ليتدخل حدا يساعدك ببعض الأمور المهمة. عزيزنا مولود برج الأسد، اليوم يوم شوي معصب، متضايق، ضيق الخلق، كلمة مستفزة اليوم ممكن تعزز لك المشاكل بمحيطك. يوم فيه تأجيل أو تأخير أو بعض العرقلة أو بعض الهفوات الصغيرة، ممكن قصص العلاقة ببعض المشاكل، يعني هذا الاعتيادي على كل الأحوال. أنا برأيي ما في شيء سيء، يعني كل الكواكب تؤازرك وتعاضدك، سمعتوا هاي تعاضدك؟ كثير مهمة على فكرة، تحفظوها، يعني شلون طلعت معي لأنه ما بعرف، بس الأكيد أنه اليوم ما في مساعدات لدى مولود برج الأسد، وما في مساعدات لمولود العذراء كمان إذا بتكون، لأنه اليوم الأمور ما كتير مريحة، أعمالك متراكمة، ضيق الخلق من بعض الأمور اللي ما عم تزبط معك، يمكن في قصص صحية اليوم شوي قلقتك، في نوع من أنواع جدولة المشاغل. يعني أنا أتمنى اليوم للعزرائيين يفيقوا الصبح يقعدوا يشربوا قهوتهم ويشوفوا شو هو الضروري ليعملوه، لأنه أعتقد الراحة ما رح تكون متوافرة اليوم، هاي نومة الظهر كذا، هاي اليوم ممنوعة، وممكن في قصص صحية عابرة، الأشياء العابرة على كل. وأنت للحقيقة هاي الفترات بالذات أنا برأيي أنك مهمل صحياً ليس كعادتك، يعني مولود برج العذراء الأكثر اهتماماً بالصحة، هاي الفترات أعتقد أنه عندك نوع من أنواع الإهمال على المستوى الشخصي عموماً. الميزان اليوم أموره جيدة جداً، علاقات، تواصل، أخبار سعيدة، تجمع ممن حولك، اعتذارات يمكن أو عم تندم على مواقف سابقة. أنت أكثر حرارة مولود برج الميزان، أكثر دفى، أكثر ثقة بالنفس، يوم فائق بكير ونشيط عكس اليومين الماضيين. ما بعرف إذا في قصة عاطفية ممكن تكون شاغلة بالك بهي الفترات. العقرب، أنت اللي متضايق وما بعرف إذا الأمر عاطفي أو عائلي، أعتقد شيء منه، يعني يا عاطفي يا عائلي، أفراد عائلة، أصدقاء، زملاء عاملي لك نوع من أنواع المضايقات. خذ مني نصيحة مولود برج العقرب، ترك مسافة بهي اليومين بينك وبين الآخرين، ما كتير مشان ما كتير تصطدم معهم، لأنه أعتقد إنه الأمور بهاليومين يعني أنصحك فيهم بالصمت،
بعيدا عن التصريح بالشيء اللي ببالك او النقاش او الجدال او انه تحل القضايا؟ يعني هاليومين بالذات هن للقلق الحقيقه، ما نون لحل القضايا، خاصه الشيء اللي بتاجل شو بيمنع عن اجله. مولود برج القوس اليوم للحركه، للتصالح، للتفاهم، للامور الشخصيه والعائليه، رغم انه ما بظنه كثير مولود برج القوس مرتاح على صعيد اموره العائليه والعمليه، ليس في افضل حالاته بوجود عطارد في برج العذراء، بس بالمجمل قادر يدبر حاله، يعني بده شويه دبلوماسيه، ابتسامه، قليل من اللطف، رح يحس انه الامور بلشت تكرج بطريقه جيده، خاصه انه يقدر يستغل الايام الجيده مثل الاسبوع الماضي كله. انا اعتبر الاسبوع كان ايجابي لمولود برج القوس وما أنا سيء، بالعكس اليوم بالذات ممكن تلاقي إجابات، تستشير، تلاقي حلول، يوم فيه حركة على كل ونشاط. مولود برج الجدي غالباً أموره المالية إيجابية بوجود عطارد في برج العذراء، عم بيخلي الأمور العلاقة بشراء، بيع، براتب، بزيادة، أنا بقصد الأشياء المالية المستقبلية وليست الآنية، مو اليوم أكلنا شربنا صرفنا، لا لا، أظن أغلب مواليد برج الجدي عم بيفكروا بقصص العلاقة بالمستقبل، خاصة بناء، عمار، عقار، هاي القصص اللي عم بغالبا شاغلة باله. بظن هالشهر مكاسبه جيدة، ما أنا سيئة عموما، بس على كل لا تدخل في متاهات الإسراف. طبعا هو البرج الثاني على قائمة البخلاء مولود برج الجدي، عشان ما تفتكروه يعني عنده كرم حاتمي. مبارح كنا عم نحكي على العذراء الأكثر بخلا، يعني واليوم الجدي هو ثاني أكثر الأبراج بخلا. مولود برج الدلو اليوم الأمور لقاله جيدة، في إصلاح يمكن أو في أسس مختلفة، أنا برأيي أفضل كتير من اليومين ثلاثة الماضوا. اليوم عم تطلب مساعدات، يمكن عندك قصة عائلية ربما، شخصية، سفر ربما، يعني اليوم يوم حلو بالنسبة لمواليد برج الدلو، فايق بكير وعنده الشعور بالثقة بالنفس، بالنشاط، بالأمان. ما بدي أنسى أنه الأمور المالية والعاطفية تعتبر جيدة. مولود برج الدلو في بعض المشاكل العلاقة بانفعالات أو مشادات كلامية. أول شيء في وضع طارئ اليوم، ممكن يحتاج منك للكثير من الهدوء أو النقاشات بهدوء، عصبي، كل شيء حواليك عم يشعر بحدتك في التعامل. ما تسيء الظن بالمحيط على كلين، وأنا للحقيقة لا أنصحك بوجود عطارد في برج العذراء مثلاً يعني إنك تاخد هلأ قرارات، خاصة قرارات التركة، حتى الارتباط، يعني أنت مشوش الذهن تجاه المواضيع العائلية أو العاطفية. خليني عايد مولود اليوم اللي هو مولود 29، واتمنى له السعادة، الأكثر ثباتاً والأكثر ميلاً للعزلة من مواليد برج العذراء، يتصرف بصمت، بهدوء حتى ينال أهدافه، شخص يصل إلى ما يريد لأنه شديد الطموح، ما أنه من الأشخاص اللي كتير كاملين على كل الأحوال، لكنه باحث دائم عن الكمال، من الأشخاص اللي بيسعوا يكون عندهم مال، يعني عمل يدر عليه مال، علاقاته طويلة الأمد، يكره العابر والرخيص، أصدقائه قلة، زواجه دائم، رزين، كلامه موزون، الأكثر دقة وعقلانية. سنة كتير مهمة على كل الأصعدة، غالباً الأمور المالية والعملية تعتبر الأفضل، عقار، سيارة، ترقية، كوكب الأوراق في مكان جيد وممكن يكون كتير إيجابي على الصعيد المالي. كمان القصص العاطفية غالباً رح تكون إيجابية في الفترات القادمة. مضوى مولود برج العذراء بالمتبقي من العام، وارد يكون عنده بداية عاطفية جديدة إذا بده على كل الأحوال. رسائلكم أكيد على 18-45 من أي موبايل داخل سوريا. يارا بنت سعاد 99، يارا هلأ عم نقول إنه مواليد برج العذراء عندهم تحسن بأمورهم بلشت. هلأ أنا ما رح أعتبرها كبسة زر، لأنه كل مواليد برج العذراء صلهم 3-4 شهور متعبين، يعني تقريباً من الخامس تقريباً لنص الثامن. هلأ بلشت بقى تتحسن بعض الأمور، يعني تحسن تباعاً، بس بظنك يارا رح تختمي السنة بأفضل مما بدأت فيها إذا أراد رب العالمين. هالة بنت هدى 76، يسعد أوقاتك يا هالة. هالة ما عندك شيء سيء صحياً وهذا هو الأهم، أمورك العاطفية ضمن إطار الجيد، ليست الأفضل طبعاً على الأقل خلال 15 يوم الجايين، بس بقية السنة جيدة. بس أنا بدي حذرك من أمورك المالية، لأنه أعتقد بين 10-9 وبين آخر الـ 11 في عندك تقريباً شهرين متعبين للمال أو ليسوا الأفضل، لذلك حاولي تخبي
قرشك الابيض ليومك الاسود بعيد الشر، هيك بيقولوا يعني انه لوقت تكوني محتاجه فيه، هاي الفترات لن تكون الافضل ماليا. يسعد صباحكم وتضلوا دائما بخير.